للحديث عن تداعيات مقتل قاسم سليماني وابو مهدي المهندس بغارة أمريكية، معنا في الاستوديو العقيد الركن حاتم الفلاحي الباحث لوحدات الدراسات السياسية والاستراتيجية في مركز راسام. مرحبا بك سيادة العقيد. مرحبا. وارحب ايضا بضيفي عبر الهاتف الكاتب الصحفي الاستاذ اياد الدليمي. مرحبا بك استاذ اياد الدليمي في استوديو رافدين. سينضم الينا لاحقا، يبدو انه لم يتم تامين الاتصال بالاستاذ اياد الدليمي. يبدا معك استاذ علي العقيد الركن حاتم الفلاحي. سليماني والمهندس في ضربه واحده، ماذا يعني ذلك؟ نعم، دعني أقول بداية من حيث التوقيت، لماذا هذه الضربة الآن؟ لماذا لم يتم ضرب هذه القيادات منذ فترة طويلة من الزمن؟ الظاهر بأنه خلال الفترة الأخيرة، وخصوصا عندما تصاعد التوتر ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وطهران خلال هذه الفترة، توفرت معلومات بعد قصف كتائب حزب الله على الحدود العراقية السورية بضرب 5 مواقع، 3 في داخل العراق و2 في سوريا. توفرت معلومات لدى الاستخبارات الأمريكية تقول بأن هناك نية للقيام بضربات تشمل عدد من الدبلوماسيين وبعض المصالح الأمريكية في المنطقة. لذلك جاءت هذه العمليات كعمليات استباقية نوعية تقوم بها القوات الأمريكية لدرء أو لردع العدوان الذي يمكن أن يلحق خسائر بالقوات الأمريكية، وهو جزء من الاستراتيجية الأمريكية التي تطرحها الآن. هناك تصريحات تقول بأنه قواعد اللعبة الآن قد تغيرت، سواء وزير الدفاع أو سواء وزير الخارجية، وعليه من ضمن تغيير قواعد اللعبة هناك زيادة كبيرة جدا في أعداد القوات الأمريكية. الآن هناك 4000 جندي يمكن أن يأتون خلال هذه الفترة إلى المنطقة، إضافة إلى 750 جندي تم نقلهم منذ يوم أمس. إضافة إلى هذا بأنه كانت هناك مؤشرات على التصعيد خلال الفترة الماضية، من ضمن هذه المؤشرات زيادة أعداد القوات الأمريكية الذي يتنافى مع استراتيجية ترامب في المنطقة، وهو الخروج من الحروب العبثية فيها. إضافة إلى تقليل أعداد الدبلوماسيين الأمريكان في العراق، يضاف إلى ذلك وضع عدد من قادة الميليشيات على قائمة الإرهاب، يضاف إلى ذلك بأن مجلس التعاون الخليجي أصدر قرار بأنه الاعتداء على أي دولة من دول الخليج يعتبر اعتداء على جميع دول الخليج العربي. بالإضافة إلى هذا هناك مؤشرات على التصعيد من قبل الطرف الآخر. أولا كان هناك تغيير القيادات الأمنية بما فيها السيطرة على المنطقة الخضراء قبل اقتحام السفارة الأمريكية من قبل أبو منتظر الحسيني الذي جاء كقائد الفرقة الخاصة للمنطقة الخضراء. إضافة إلى هذا بأنه كانت هناك ضربات جوية خلال هذا الشهر وصلت إلى 6 ضربات صاروخية على القوات الأمريكية في المنطقة بما فيها قاعدة كيوان، وهذا أيضا يعطي دليل على أنه التصعيد كان متمادل ما بين القوات الأمريكية وما بين طهران خلال هذه الفترة. نعم، لكن دعنا نتساءل مع ضيفنا الكاتب الصحفي إياد الدليمي من الدوحة. هل سيد إياد، مرحبا بك أولا، هل أساءت إيران التقدير؟ فهي استهدفت كما نعرف أهدافا أمريكية عدة مرات وكما قال ضيفنا في الأستوديو، لكنها في آخر مرة عندما يعني اقتحم عناصر من الميليشيات السفارة وقاموا يعني بكتابة بعض الشعارات وإنزال العلم الأمريكي، هل كانت هذه الحادثة هي التي هي الشعرة التي قصمت ظهر البعير؟ سيد إياد، يبدو أن سيد إياد لا يسمعنا بوضوح. إذن نحول السؤال بنفس السؤال فعلا. سيادة العقيد حاتم الفلاحي، يعني رد فعل أمريكي فاجأ الكثيرين، كيف تفسر ردة الفعل الأمريكية هذه من حيث الدلالة أيضا والتوقيت، وأيضا على الطرف الآخر ردة الفعل الإيرانية التي تراوحت ما بين التهديد والوعيد؟ نعم، أنا أعتقد بأنه التصعيد هو كان بداية كان متبادل ما بين طهران وبين الولايات المتحدة الأمريكية. هناك خطوط حمر وضعتها الولايات المتحدة الأمريكية للتعامل مع إيران طوال الفترة الماضية، فكثير من الاستفزازات الإيرانية للولايات المتحدة الأمريكية لم تجر الولايات المتحدة إلى مواجهة عسكرية، لأنها حسمت خياراتها في التعامل من خلال الضغوطات والعقوبات الاقتصادية على طهران. الذي تغير بأنه توفرت معلومات لدى الاستخبارات العسكرية بأن هناك نية لإلحاق الضرر بالمصالح الأمريكية في المنطقة، وبالتالي مسألة الدخول إلى المنطقة الخضراء وتهديد السفارة الأمريكية بهذه الطريقة بقيادة الميليشيات والسماح لهم بالدخول دون أن تعترضهم الأجهزة الأمنية كانت رسالة واضحة. يعني حتى الرد الأمريكي عندما جاء على الاستفزازات أو على قائدة كيوان جاء باتجاهين. الاتجاه الأول هو ضرب الأدوات أو الأذرع التي قامت بتنفيذ الهجمات على القواعد الأمريكية،
والجانب الثاني جاء بأنه من أعطى الأوامر لهذه الأذرع هي إيران، وبالتالي جاءت الضربات على قاسم سليماني وعلى أبو مهدي المهندس، لأنه ضرب هؤلاء هو من أعطى الأوامر. يعني الآن ميليشيات الحشد الشعبي في العراق لا تستطيع أن تصعد ضد الولايات المتحدة الأمريكية إلا بأمر من الولي الفقيه، لأنها ميليشيات ولائية تدين بالولاء إلى إيران، وبالتالي قرار المواجهة المفتوحة أو الشاملة أو المباشرة مع الولايات المتحدة الأمريكية هو بيد إيران وليس بيد أبو مهدي المهندس أو بيد بلا شك. نعم. هذا كله ما قبل مقتل سليماني وأبو مهدي المهندس. ماذا عن ما بعد ذلك أستاذ إياد الدليمي الكاتب الصحفي من الدوحة؟ أرحب بك معنا. حياك الله أخي العزيز. أهلا وسهلا. الآن بعد هذه الحادثة ومقتل سليماني وأبو مهدي المهندس، ماذا نتوقع؟ إيران صرحت كثيرا خلال هذا اليوم منذ الصباح حتى الآن، هناك تصريحات وتهديدات ونعي إلى آخره، لكن حتى الآن كيف تقرأ ردود الفعل وما المتوقع خلال الساعات والأيام القادمة؟ يعني بالتأكيد الصفحة والصدمة كبيرة داخل إيران وربما حتى داخل الحشود والميليشيات التابعة لها في المنطقة، وبالتأكيد كان حدثا مفصليا بالنسبة لإيران اليوم. تقديري أن ما استمعنا إليه منذ الصباح وحتى اليوم من تهديدات إيرانية عن طريقة الرد على هذه العملية، يعني لن تكون إيران يعني لديها القدرة على الرد بالطريقة التي قد يتوقعها البعض. نعم، لدى إيران أذرع، لدى إيران ميليشيات، لدى إيران تواجد في أكثر من عاصمة عربية، ولكنها بالتأكيد هذه المرة أدركت أن قواعد اللعبة تغيرت. يبدو أن الأمريكان لديهم النية على الأقل لتحجيم هذا النفوذ الإيراني. ربما ستكون هناك بعض الردود من على شكل قصف بعض القواعد الأمريكية في العراق، ولن لا أعتقد أنها ستكون حتى لا أعتقد أنه سيكون قصفا مؤثرا، ولكنه قصف فقط من باب حفظ ماء الوجه. نعم. لهذا أنا أعتقد أن ردود الفعل الإيرانية التصريحات والنبرة عالية جدا، ولكن الفعل على الأرض لن يكون كذلك. إيران مأزومة، إيران في وضع لا يسمح لها أن تتحرك كثيرا في مواجهة مع الولايات المتحدة الأمريكية. الآن الولايات المتحدة واشنطن أرسلت العديد من قواتها، من درعاتها، طائراتها أرسلت إلى المنطقة، وهي من غير ذلك لديها تواجد كبير سواء في القواعد الخليجية أو حتى في العراق أو حتى الدول الأخرى المحيطة بإيران. بالتالي عملية الرد الإيراني لا أتوقع أنها ستكون بمستوى الردود التي استمعنا إليها من صباح هذا اليوم. نعم أستاذ العقيد ركن حاتم الفلاحي، يعني الكثير من الخبراء والمحللين والخبراء العسكريين يعني يتخوفون من أن يكون العراق ربما ساحة صراع ما بين العراق، العفو، ما بين الولايات المتحدة وما بين إيران. إلى أي مدى ترى أن هذه المخاوف هي فعلا حقيقية، وأن هناك ربما الأيام المقبلة ستكون حبلة بالمزيد من المفاجآت والمزيد من الاغتيالات؟ نعم، بداية دعني أقول بأن الموقف في العراق حقيقة موقف فيه إشكالية كبيرة جدا. الموقف الرسمي يميل إلى التهدئة وإلى ضبط النفس، وهذا ما أقره رئيس الحكومة المستقيل عادل عبد المهدي، وقال بأنه يجب أن يكون هناك جلسة للبرلمان لكي تتخذ الإجراءات اللازمة في مسألة الضربة التي جرت على الأرض العراقية، وهو يتهرب من المسؤولية فألقاها على من؟ على البرلمان. ولكن هذا الشيء الرسمي الشكلي، أما الحقيقة أنه من يتصرف في العراق ومن هو صاحب القرار في العراق هي ميليشيات الحشد الشعبي التي تدين بالولاء إلى إيران، وبالتالي هذه إشكالية كبيرة جدا. أنا أعتقد بأنه من يريد أن يخوض الصراع مع الولايات المتحدة الأمريكية بسبب طهران عليه أن يذهب إلى طهران ويخوض هذا الصراع، أما أن يحول أرض العراق إلى ساحة صراع كما يجري الآن لا مصلحة للعراق في الدخول في هذه الصراعات وفي هذه المناكفات. هناك إشكالية كبيرة جدا في الموقف الرسمي العراقي، لأن الدولة مشلولة وضعيفة وأصلا هي فاقدة للشرعية، يعني حتى البرلمان الآن هو فاقد للشرعية، لأن هناك مظاهرات انطلقت منذ الأول من أكتوبر وإلى حد هذه اللحظة تنادي بحل البرلمان والذهاب إلى انتخابات مبكرة. سيادة العقيد، البعض يقول بأن ما هو القرار، يعني هل الحكومة صاحبة قرار عندما يأتي الرئيس الأمريكي مثلا إلى قاعدة عين الأسد من غير علم الحكومة؟ يعني ليس هناك في العراق حكومة تتخذ قرار، القرار هو متخذ من قبل يا إما الولايات المتحدة أو إيران. إلى أي مدى ذلك صحيح؟
نعم، أنا أرى بأن القرار العراقي هو مصادر بشكل كامل، سواء كان من الولايات المتحدة الأمريكية أو من قبل إيران، وبالتالي هذه الحكومة هي عاجزة تماما على أن تقف بوجه الطرفين، سواء كانت إيران أو سواء كانت الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك نرى بأنه الأمور تجري في العراق بهذا الشكل الغريب. يعني أنا أعتقد حتى مسألة الرد الإيراني على هذه الضربات، يعني إيران الآن نستطيع أن نقول بأن لديها أذرع في العراق وفي لبنان وفي اليمن وفي سوريا وفي طهران نفسها يعني. ولكن من يقرأ الآن ردود الفعل لقائد الحرس الثوري الإيراني يقول اصبروا قليلا وسترون الأشلاء لجنود الأمريكان في الشرق الأوسط. إذن لن يكون الرد سريعا بهذه الكيفية التي نتوقعها. أما مجلس الأمن القومي الإيراني قال بأنه سنرد ولكن في الزمان والمكان المناسبين. ولكن هذا ماذا يعني؟ هذا يعني بأنه إذا صدرت الأوامر من طهران إلى ميليشيات الحشد الشعبي باستهداف القواعد الأمريكية المتواجدة في العراق، فإذا قتل من العراقيين هذه مسألة يعني لا ينظر فيها من قبل الإيرانيين، لأن المقتول عراقي ولا شك بأنه لن يؤثر على السياسة الإيرانية. وهذا يدفعنا سيادة العقيد الركن للسؤال للسيد إياد عن قيمة الرد باختلاف المكان. يعني هل سيكون الرد ذا قيمة فيما لو كان من غير الأراضي الإيرانية ومن غير إيران؟ صحيح أن لها أذرع في لبنان وفي سوريا وفي اليمن وفي العراق بطبيعة الحال، لكن المراقبون قالوا بأن الرد الذي يعني يكون على مستوى هذه الحادثة هو رد من إيران نفسها. لا طبعا بالتأكيد لن يكون هناك ردا من إيران نفسها. إيران بعد حرب 8 سنوات على العراق اتخذت قرارا استراتيجيا أنها لا تقاتل على حدودها، بالتالي جل ما تستطيع أن تفعله هو توجيه مثل هذه الميليشيات سواء كانت في العراق أو في سوريا لمهاجمة أهداف أمريكية، وربما حتى يعني يذهبون إلى أبعد من ذلك من خلال تجنيد بعض الإيرانيين المنتشرين في العديد من دول العالم بعمليات إرهابية هنا أو هناك. وكما رأينا اليوم عمدة مدينة نيويورك الأمريكية تحدث عن إجراءات أمنية واحترازية خشية من وقوع عمليات إرهابية إيرانية في الولايات المتحدة الأمريكية. بالتالي أنا لا أتوقع أن إيران ستقوم هي بالرد. إن فكرت أصلاً بالرد ستكلف الميليشيات الموجودة تحديداً ربما في العراق لإجراء بعض العمليات العسكرية ضد قواعد أمريكية. أنا تقديري ستكون عمليات لحفظ ماء الوجه. إيران اليوم أدركت أن القواعد اللعبة تغيرت، أن الولايات المتحدة الأمريكية اليوم لم تعد تسمح بمزيد من إهدار كرامتها كما كان يجري سابقاً في العراق أو في غيرها من الأماكن. بالتالي أعتقد أن الإيرانيين يوازنون الأمور بشكل جيد وربما سيبلعون هذه الصفعة الكبيرة جدا. أعتقد أنا تقديري أنهم سيلجؤون إلى محاولة لملمة ما تبقى لهم من ميليشيات في العراق ومحاولة استعادة الكثير مما فقدوه خلال هذه الفترة، سواء العملية التي تمت أمس أو حتى قبل ذلك في المظاهرات العراقية التي انطلقت في بغداد والعديد من المدن العراقية الأخرى، والتي كانت تنادي بصريح العبارة أنهم ضد التدخل الإيراني تحديدا في العراق. لذلك أعتقد أن إيران ستحاول لملمة يعني بعض من وجودها ونفوذها في العراق ومحاولة استعادة هذا الوجود والنفوذ الذي تعرض إلى ضربة كبيرة جدا. نعم. ابقى معي استاذ اياد الدليمي، ساعود اليكم مرة اخرى. سيادة العقيد الركن، يعني ما مدى تأثير اختفاء سليماني على المشهد المضطرب؟ بلا شك انها ضربة نوعية لإيران ربما وضعتها في مأزق. نعم اكيد، يعني اخراج قاسم سليماني من المشهد له تأثير كبير جدا على السياسة الخارجية الإيرانية. يعتبر هذا الرجل هو مهندس السياسة الخارجية الإيرانية في المنطقة، وبالتالي هذا الرجل يعتبر من استراتيجيين الإيرانيين في مسألة التخطيط سواء كان العسكري أو السياسي. يعني تصور أنت حتى السفراء التي يتم تنسيبهم إلى المنطقة خاصة في العراق وسوريا ولبنان واليمن يتم تنسيبهم من قبل قائد فيلق الحرس الثوري الإيراني اللي هو قاسم سليماني، ويتم أخذ موافقته في الكثير من الأمور. حتى أن هؤلاء هم كثير منهم كانوا يعملون ضمن إمرة سليماني عندما كان في فيلق القدس، وهم يقومون الآن بمناصب مثلا سفير إيرج مرزجي الآن الموجود في العراق، هو أحد ضباط الحرس الثوري الإيراني الذي كان يعمل تحت إمرة قاسم سليماني في الفترة السابقة. أنا أعتقد بأن تغييب هذا الرجل وتغييب أبو مهدي المهندس هم أهم شخصيتين موجودين سواء كان في العراق أو
في إيران، وهذا أنا أعتقد بأنه لن تستطيع إيران تعويضه بشكل بسيط، وإنما سيؤدي أنا هذا إلى تداعيات كبيرة جدا على النفوذ الإيراني سواء كان في العراق أو سواء كان في المنطقة. شكرا لك سيادة العقيد ركن حاتم الفلاحي الباحث بوحدة الدراسات السياسية والاستراتيجية في مركز راسان لوجودك معنا في الاستوديو. نتحول بالسؤال إلى الأستاذ الكاتب الصحفي سيد إياد. بالتأكيد ونحن نتساءل الآن، كنا قد تساءلنا عن طبيعة الرد كيف يمكن أن تكون، ما الذي جعل أمريكا تستهدف سليماني بهذا الشكل على الرغم من أنها بين قوسين كما قال المراقبون صبرت عدة مرات في أكثر من موقف على إيران وعلى أفعالها في المنطقة؟ يعني الأمريكيون تحدثوا بصريح العبارة أن كانت هناك تخطيط لعملية إيرانية ضخمة بقيادة قاسم سليماني تستهدف قواعد ودبلوماسيين أمريكيين في العراق، وما قامت به هو عبارة عن عملية دفاع عن النفس، بغض النظر إن كان هذا الكلام الأمريكي دقيق أو كان من باب التسويق الإعلامي وتبرير ما جرى. الأمريكيون وبعد حادثة اقتحام السفارة الأمريكية في بغداد أدركوا أن يعني آن الأوان لعملية قصقصة هذه الأجنحة الإيرانية التي تعيش فسادا في الأرض العراقية، خاصة أن هناك الآن يعني ربما فرصة مواتية وفرصة كبيرة جدا لمثل هذه العملية، لأنهم أدركوا أن هناك رغبة عراقية شعبية للتخلص من النفوذ الإيراني، بالتالي جاءت هذه العملية بهذا التوقيت بالنسبة لهم مناسبة ومناسبة جدا. وشاهدنا حتى رد الفعل الشعب العراقي، الكثير من ساحات التظاهرات كانت يعني انتشت وكانت هناك علامات الفرح والسرور. أستاذ إياد الدريمي إذا سمحت لي، يعني إلى أي مدى من وجهة نظرك شكلت ثورة تشرين خطورة على النظام الإيراني حتى تواجه ثورة تشرين السلمية وكذلك من تداعياتها ومن بعد أن فات عليها أكثر من شهرين قتل قاسم سليماني؟ يعني ما مدى ثقل ثورة تشرين في المنطقة حتى أحدثت كل هذه التغييرات؟ أنا تقديري أنها كانت السبب المفصلي والسبب الرئيسي لما نحن فيه اليوم. الشعب العراقي ومنذ انطلاقة انتفاضة تشرين المباركة في الأول من أكتوبر الماضي، وكان هناك إصرار من قبل الشعب العراقي على عملية استعادة الوطن. عملية استعادة الوطن تعني نهاية كل نفوذ، سواء كان نفوذ إيراني أو حتى نفوذ أمريكي. حاولت إيران بمختلف السبل وشتى الوسائل من أجل امتصاص واحتواء هذه النقمة الشعبية على وجودها في العراق، قتلت، اختطفت، أرهبت، حاولت كل شيء، حتى يعني كل يوم كانوا يرشحون شخصية مختلفة لمنصب رئاسة الحكومة، وكانت يأتي الرفض مباشرة من ساحات التحرير. بالتالي كانوا يعني يعتقدون أن عملية فتح جبهة محدودة مع الولايات المتحدة الأمريكية وإحداث بعض القلاقل في البلاد ربما سيكون مخرج مناسب لهم، وهذا ما شاهدناه عندما تم قصف معسكر كيوان في كركوك بثلاثين صاروخ أدت إلى مقتل متعاقد أمريكي، ومن ثم عملية القصف التي استهدفت معسكرا للحشد في القائم، وما تبع ذلك من عملية اقتحام للسفارة الأمريكية في بغداد. كانوا يعتقدون أنهم بمثل هذه الألعاب ربما يسحبون البساط من تحت أقدام الشارع العراقي المنتفض، ولكن أعتقد أنهم قرأوا يعني المتغيرات الدولية والمتغيرات الأمريكية بشكل خاطئ، ذهبوا بعيدا جدا في تفسيراتهم وتحليلاتهم وقراءاتهم، أخطأوا جدا جدا هذه المرة، وجاءت العملية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية بتوقيت مناسب جدا، ولكنه كان سيء جدا بالنسبة لإيران. شكرا لك سيد إياد الدليمي الكاتب الصحفي، كنت معنا من الدوحة.